هذا يسأل يقول: في التعامل يا شيخ مع المصارف، ما الفرق بين القرض والتمويل البنكي، وما الوارد والأصح الذي حددته الشريعة ليكون جائزا في ذلك؟ الذي حددته الشريعة أن القرض لا يؤخذ عليه زيادة، لأنه عقد إرفاق وإحسان إلى المحتاج، فإذا كان خاليا من الزيادة ففيه أجر، وأما القرض بزيادة مشروطة فهذا ربا. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم، أن القرض الاستثماري أنه ربا صريح وحرام ولا يجوز، لا في البنوك ولا في غيرها. نعم.